ورجعنا بعد الفاصل، واديكوا شفتوا التقرير الجميل للطفله ميره القس، وهي من جنوب صعيد مصر تحديدا من محافظه قنا، وهي نموذج مشرف لكل متحدي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه. يمكن هي تحدد العديد من الصعوبات ومع ذلك هي مكمله. أنا أتمنى إن كل اللي في الدولة وكل الشباب بيساعدوها ولو بأقل شيء ممكن. طبعا النهارده ماتش كوره ما بين الاهلي والزمالك، يا ترى ايه توقعاتك يا فادي؟ انا طبعا اهلاويه، ويا ترى انت هتكون ايه، اهلاوي ولا زملكاوي؟ طيب قبل التوقعات، لان زمايلي في الكنترول بيقولوا لي ان الطفله ميره هي معانا على التليفون، فانا دلوقتي ناخد مكالمتها الجميله ونشوف بعدين توقعات الاهلي والزمالك. ان شاء الله. الو الو، ازيك؟ اهلا بحضرتك. صباح الفل عليك الاول. صباح النور. دلوقتي مصر كلها بتسمعك يا ميرا، انا مبدئيا فخور بيكي جدا ومعجب بيكي جدا كمان، ومبسوطه ان انت، يعني مبسوط قوي ان انت مشرفانا النهارده من خلال مكالمه هاتفيه. عرفيني كده بنفسك وقولي لي المرض دلوقتي يا ميرا اللي عندك ده بدا من امتى تحديدا؟ ميرسي جدا مبدئيا كده، دي حاجه تشرفني. المرض ده جالي في سته ابتدائي، وبس ما كناش نعرفه علشان ما كانش مشهور، وكان بيجي الواحد في المليون. المرض ده كان بيجي من فوق العشرين او 30 سنة، وعرفت ان عندي الاسم بعد 3 سنين من التعب، لحد ما المرض ده يتطور واحدة بواحدة بسبب كل الادوية اللي كنت باخدها. كانت كتجربة، علشان هو اصلا لحد دلوقتي ملهوش علاج، بفضل اجرب العلاج المناسب معايا، والعلاج اللي باخده مش بيجيب نتيجة فبضطر اخد غيره. وصلت لمرحلة اللي ما بقدرش امشي، خطواتي بقت قليلة جدا ومعدودة. انا ليا سنة ما باخدش اي علاج لام اس، فنفسي بجد الدولة تسهل موضوع العلاج ده ولاي نظرة احترام، خاصة يعني أنا حاليا في تانية ثانوي، فهدخل على مرحلة الكلية، فيعني ممكن مثلا تقابلني صعوبة في إني أروح الكلية والمكان ده، فلا ألاقي نظرة احترام وكل تقدير. التضامن الاجتماعي يوفر لنا خدمات أنا وكل اللي زيي، خدمات أكتر في مرحلة الكلية علشان ما بنقدرش نمشي. نلاقي كل اللي حوالينا بيعاملونا التقدير واحترام، لدرجة حصل واحدة منزلة كانت بوست ام اس، منزلة كانت بتشتغل ووافقوا عليها، بس لما عرفوا انها عند ام اس قالوا لها لا مش هينفع تشتغلي. فحابة اقول للناس دي، بتحاولوا تحسسونا ان احنا مينفعش نعيش، ليه بتحاولوا تحسسونا اللي حاسس التعب دي عيب او حرام؟ ليه بتحاولوا تحسسونا ان احنا ملناش لازمه مثلا في الحياه؟ بالعكس، انا اسف، عايزه اقطعك دقيقه يا ميرا، بالعكس انتوا مش كل الاشخاص دي لا يمسوا لنا باي صله، بالعكس انتوا الامل وشعاع الامل اللي بيدينا نقدر نعيش بيه. يعني انا عايزه اقول لك ان انت احسن من ناس كتير اصحاء مش بيعملوا حاجة في الحياة دي، حقيقة. أهلا بيك يا ميرا في مكالمتك، شرفتنا جدا في مفتاح الأمل. عايز أسألك بس سؤال، إيه الحاجات الصعبة اللي قابلتك في المرض ده؟ إيه أكتر صعوبات قابلتك؟ في البداية مثلا أنا حصل لي تنمر كتير، في مثلا ناس مشيت وسابتني، في ألم مستمر لحد النهاردة. طيب مش عايزك يعني تعيطي، عايزه الضحكه الحلوه دايما زي ما احنا شفنا في التقرير والفيديو. وانا يعني دلوقتي يعني كل احنا من خلال قناه الصحه والجمال ان احنا على الهواء مباشره، بطالب كل المسؤولين ان يستجيبوا ليكي، وبطالب ان الدوله وكل مؤسساتها الحكوميه تدعمك، واحنا معاكي. وان شاء الله، انت قلتي لي ان انت في ثانيه ثانوي مش كده؟ ايوه. طب انت قسم ادبي ولا علمي؟ ادبي.
قولي لي طيب، نفسك تدخلي كلية ايه؟ لا لسه مش عارفه. اكيد ليكي طموح، يعني هتدخلي كلية ايه بعد الثانوي؟ اكيد رسمه طريقك للمستقبل. ممكن حاجة كده تخص النفس. تاني معلش انا ما سمعتكيش كويس، قولي لي حابة تدخلي ايه؟ ممكن حاجة كده تخص النفس، علم النفس. بالتوفيق حبيبتي، ان شاء الله وربنا هيحقق لك كل احلامك. ان شاء الله ربنا هيكرمك، وانا يعني متفائل خير بيكي قوي يا ميرا، وان شاء الله اوعدك ان تنورينا في الاستديو. انا عارف بعد المسافة ما كانش ان تنورينا النهارده، ولكن في الحلقات الجاية اتمنى تشرفيني، وان شاء الله انا لما هاجي عندك في الصعيد هزورك بنفسي. ودلوقتي قبل ما اختم معاك، انا حابب توجهي رسالة مهمة لكل اللي بيسمعني، حابة تقول ليهم ايه يا ميرة؟ خاصة ان انت مريتي بالعديد من الصعوبات، ومع ذلك انت مكملة في دراستك ومكملة في حياتك وبكل الحاجات الجميلة اللي انت بتعمليها. احب اقول لهم ان اختلافنا ده رحمة لينا، لو ناس متجربة زي كده فما تيأسوش، اتعاملوا مع التجربة او المشكلة كصديق زي ما انا بتعامل مع ام اس كصديق ليا. انت ممكن تقدر تخلي الصعب سهل، ممكن تخلي السهل صعب، مفيش حاجة اسمها مستحيلة ومش هقدر. طول ما انت بتعافر يبقى اكيد هتوصل. خليك فخور بنفسك عشان زي ما هتشوف نفسك الناس هتشوفك. انا بشجعك يا ميرا بجد، وبحب جدا اللي عندهم طموح، وبشجعك جدا، وافضلي دايما في حلمك وما تستسلميش بسهوله، وبطلب من الساده المسؤولين الاهتمام بذوي الاعاقه، ودورنا احنا طبعا بتسليط الضوء عليهم. وبالتوفيق يا حبيبتي ان شاء الله، وانتي طبعا احسن، وكلنا ان شاء الله بنشجعك في طموحك، وافضلي احلامي وما تيأسيش. انا بشجع كل اللي عنده طموح وبيحلم. أنا بشكرك جدا يا ميرا، كانت النهاردة معانا ميرا من صعيد مصر، وهي متحدية المرض، يمكن المرض ده نادر قوي مش موجود وعلاجه صعب، وأتمنى إن الدولة تتوفر كل متطلبات ميرا بكل علاجها يكون على نفقة الدولة. أتمنى إن هو كمان موضوع التنمر، أتمنى إن المجتمع ينظر ليها بطريقة حلوة. عايز أقول لكم إن عن تجربة شخصية، إن ذوي الاحتياجات الخاصة هما بالفعل أحسن من أصحاء كتير ما بيعملوش حاجة في الحياة، بالعكس ده هما اللي بيتحدوا الصعوبات وبيثبتوا لنفسهم وللناس كلها إن هما قد التحدي. أنا بشكرك جدا جدا.